أعلنت هيئة البحرين للثقافة والآثار في مؤتمر صحفي عقد أمس في متحف البحرين الوطني عن انطلاق نشاطها لعام 2017 بشعار آثارنا انحكت بحضور معالي الشيخ مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار وتواجد المهتمين بالشأن الثقافي ممثلين لوسائل إعلامية مختلفة وبهذه المناسبة قالت معالي الشيخ مي بنت محمد آل خليفة ما أحوجنا في هذا الوقت إلى توجيه ورفع الوعي العام حول أهمية الآثار والتراث المادي هذا الإرث الإنساني المهم الذي خلفته لنا الحضارات المتعاقبة على أرض البحرين أدرجنا المواقع الأثرية ضمن شعار العام الماضي البحرين وجهتك 2016. واعلنت الهيئه خلال المؤتمر عن تفاصيل برنامج هذا العام بدايه مع المعارض التي يستضيفها متحف البحرين الوطني كالعروض المؤقته التي تقام طيله السنه بعنوان ماضينا مهم وتضم عروضا لاخر المكتشفات الاثريه الجاريه وتسلط الضوء على تراث البحرين الاثري كما تقوم هيئة الثقافة على السفر بإرثها الثقافي والتاريخي إلى روسيا حيث تقدم عرضاً للمونياً يقام في متحف الأرميتاج في سان بطرسبيرغ خلال شهر ديسمبر من العام الجاري بعد عرض يقام في متحف البحرين الوطني، بدوره يستمر مركز الفنون بتقديم معارض فنية تهدف لإثراء الأجواء الثقافية البحرينية. من جهتها أكدت مدير إدارة الثقافة والفنون في هيئة الثقافة والأثار الشيخة هلا بنت محمد الخليفة أن أثارنا إن حكت تحمل فعاليات عديدة منها محاضرات تختص بالأثار وأخرى تختص بعملية التنقيب في مملكة البحرين منوهة بأن هذه السنة سوف تفتح الأبواب لكل من لديه شغف بالأثار أي يترقب كل المستجدات التي سوف تطلقها هيئة البحرين للثقافة والأثار في نطاق التدوين وال المعارض التي تستضيفها مملكه البحرين. من جانبه نوه مدير اداره المتاحف بهيئه الثقافه والاثار الشيخ خليفه بن احمد الخليفه بان الفعاليه لا تركز على المواقع الاثريه الكبيره بل على المواقع الاثريه التي تكون قد تكون اصغر حجما والمنتشره في مناطق البحرين المختلفه مثل المواقع الاثريه في منطقه المالشيه وجزر حوار.